بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. ضمنها سموه خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة والمزيد من التطور والازدهار للشعب التركي الصديق، مثمنا العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.